بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل إن شاء الله مع بعض امتحان الصف الأول الإعدادي لغة عربية. في القراءة المتحررة اللي هي ثانيا ضع علامة صح أو خطأ. الصحراء مرتبطة بالفقر وقلة الموارد، طبعا غلط. يمكن اكتشاف الثروات بالصحراء بالجهد بالصحراء بالجهد المتواصل، صح. معنى استغلالها استثمارها. مفرد الموارد المورد. ما واجبنا نحو الثروات الكاملة في صحراء مصر؟ أن نبذل المزيد من الجهد لاكتشاف هذه الثروات واستغلالها. السؤال الثاني من درس سبيل النجاح، جمع الموظف الموظفون، مرادف الأداء العمل، ما أثر الطموح على الموظف في وظيفته؟ ينعكس في وظيفته وينعكس على عمله فينتظم ويحسن الأداء ويضاعف الإنتاج. الفرق بين الطموح والطمع أن الطموح صفة من الصفات الكريمة وهو مقترن بالعزيمة والسعي الجاد، أما الطمع فهو صورة من صور الشر، لأن الطماع لا يشبع ولا يرتوي ويريد أن يكون عنده أكثر مما عند الآخرين. السؤال الثالث من قصة عقبة ابن نافع، ده علامة صح أو خطأ. كان عقبة ابن نافع يحب الجهاد، صح. حاصر عمرو بن العاص طرابلس لمدة 4 أشهر، غلط، مفروض شهر واحد بس. به أول عمل قيادي تولاه عقبة وفتح فزان. أرسل عثمان بن عفان مددا للجيش أو لجيش العبادلة بقيادة عبد الله بن الزبير. كان البربر يكرهون الحكم البيزنطي بسبب كثرة الضرائب، قلة الأجور، عدم وجود قوانين تكفل لهم حياة آمنة مستقرة. ثالثا النصوص من نص العمل حياة. اختر الإجابة الصحيحة. تفسير قدور أواني. مفرد جفان جفنة اللي هي الأولى. ب ماذا كان يصنع الجن لسيدنا سليمان؟ كانوا يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. جيم الجمال في جفان كالجواب، هنقول صور الجفان أو شبه الجفان بالجواب الأحواض الكبيرة الضخمة. دال كيف يكون شكر الله على النعم العظيمة بالعمل الصالح. السؤال الثاني من نص عشقناك يا مصر، تخير الإجابة الصحيحة. مرادف الحائرين، الضالين، جمع الطريق الطرق. الأمال التي يرجوها الشاعر لمصر أن يبقى عبير مصر ويبقى صوت مصر رغم الصعوبات نورا يضيء الطريق على التائهين والحائرين، وأن يبقى صوت مصر وعبيرها بيتا آمنا وملاذا آمنا للغريب وقوة للضعيف وحلما للحزين. جيم ما الجمال في سيبقى عبيرك بيت الغريب؟ صور عبير مصر بالملاذ الآمن أو البيت بالنسبة للغريب. ما علاقة حب الوطن بالإيمان؟ هنقول إن حب الوطن جزء لا يتجزأ من الإيمان، أو حب الوطن من الإيمان. من نص سليمان والحمامة، مفرد مجالسه مجلس، مضاد يقرب يبعد. لماذا قرب سيدنا سليمان الحمامة إليه؟ لأنها خدمته عمرا طويلا مثلما قد شاء صدقا واستقامة، أو ممكن أقول خدمته بالصدق والأمانة والاعتدال. السؤال اللي بعد كده، ما الجمال في خدمته عمرا؟ تعبير يدل على طول المدة التي خدمت فيها الحمامة سيدنا سليمان بالصدق والأمانة. دال ماذا يحدث إذا خان الإنسان الأمانة؟ هيكون عاقبته الندم والحسرة في النهاية. رابعا النحو، الإيمان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يعيش فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة. الإنسان فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة. الإيمان مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة. به استخرج خبرا وبين نوعه. الخبر عندي كلمة واجب، خبر طبعا نوعه مفرد. ضمير منفصل هو. الضمير المتصل الهاء في كلمة قلبه والهاء في يقوده. ثلاثة فعلا صحيحا يجعل. الفعل المعتل يقود. كلمة بها همزة قطع إلى. ألف وصل القدر أو أي كلمة فيها ألف ولم، الحياة مثلا.
جيم اختر يجد الطالب في المذاكرة الفعل يجد صحيح مضاعف، صحيح مضاعف. اتنين، في مصر او في مصر خير كثير، نوع الخبر شبه جملة مقدم اللي هو في مصر على اساس ان خير مبتدأ مؤخر. دال، اجب بما هو مطلوب بين القوسين، نحترم المعلم قدر الضمير، هون نحترم نحن المعلم. اتنين، الطالب منظم الفكر، ده خبر مفرد، لو عايز احوله جملة اسمية اقول الطالب فكره منظم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.